Vainqueur 7. Vainqueur 8. Vainqueur 9. Vainqueur 10. Vainqueur 11. Ou samedi 5. Ou le dernier tour, le vendredi 11 novembre. أو سامدي 12 نوفمبر وشكرا. احنا لعبنا مقابله مع مشي الدراعي بوبدله سكرتير نادي افاقي ليزا سينيو. احنا لعبنا مباراه الكاس امام سيدي شحمي مش على سيدي شحمي مباراه الاولى وكانت فيها اخطاء تحكيميه كنا احنا عوض لنا البو وقت اضافي ما لعبناش ما لعبنا الحكم هكا دار ضربه الجزاء وطالبنا درنا احترازات على الحكم راسلنا الرابطه الجهويه وهران بانصاف في حقنا والحمد لله يا ربي انصفت رابطه وهران في حقنا وتم اعاده المباراه ان شاء الله يوم الثلاثاء على الساعه 12 وحظ موفق ان شاء الله للنادي افاقي. كيفاش غادي تكون معنويات كامله كغادي تعود المباراه؟ هذا وين شجعتنا هكا نزيدوا المباراه القادمه ان شاء الله نحقوا التاهل ان شاء الله. نائب الامين العام لفريق بطيرو حضرنا اليوم عمران حضرنا اليوم التيراج والسور خرجت بطيوة أنا بيبي مع سيربي سيدي علي نلعبو إن شاء الله الجمعة ولا السبت اللي إن شاء الله تخرج البارح كانت أول مباراة مع الخصم حمام بوحجر وكانت النتيجة بطيوة ربحت بينالتيات 3-2 مادا بينا الفريق يزيد في الانتصارات وراه عندنا نقص شوية في النقص المادي ان شاء الله ماذا بينا الناس تعاوننا باش الفريق يكون في صورة جد مليح ان شاء الله. كونسيرنون لو ماتش سي تحمي مع افاقي ليزا ولي دو فار جوي البرولونغاسيون لعب سيري بينالتي والقانون يقول لك برولونغاسيون كولي سينيور يعني اللقاء يتعاود رسميا يتعاود نهار اليوم الثلاثاء ان شاء الله. هل هناك زعما كاين قرارات غادي ديروها التكوينيه للي زاربيت مستقبلا حول هذه مستقبلا التكوين مستمر التكوين انا مستمر على الساعه راهي كاين التكوين غيشا ولا الاربيت هذاك النهار مع سيتو وسان اونسيان اربيت غلط ترى غلطه وصافي وكيفاش فات اليوم التيرون دو سورتال انتوما تشوفوا انتوما تحكموا ماشي حنا نحكموا ثم حضرتو ثم شاف كيف فاتت شاو لا ني با لونغومو تاع لي كلوب ساز لي كلوب على ما جوج حضر هذه في 90 دقيقه احنا في نفسيات فريق افاقي اللي جاو داروا الطعن تاعهم الرابطه قالت تعاود للمقابله كيفاش قبلت بصي فين هذا قوانين تاع الرابطه وقوانين تاع الفيدراليسيون هما شفنا باللي غادي اللقاء غادي يتلعب ان شاء الله في مستغلم كيف ترى حدود الفريق في التاهل مره اخرى ان شاء الله حنا شنو الفريق الخصم في داير ان شاء الله غادي نعاود نديروا ماتش دابا ان شاء الله ونكملوا معاهم في الدخول مشعل سيدي شحمي هل راه يدير كاس الجمهوريه كهدف اهداف مشعل الفريق سيدي شحمي هل زعما يعني يشوف باللي عاود تركيبه كتحضير البطوله الفكره